السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نأخذ الصفحة 113 من كتاب المفيد في الرياضيات للمستوى الرابع ابتدائي. واليوم غناخذ أو صفحة أو الدرس 31، الدائرة والقرص. Le cercle et le disque. دابا نأخذ المسألة لنفهم ونطبق، لنلاحظ الشكل ونجيب. بدا خصكم تعرفوا ان الدائره والقرص هما كيتعتبروا من اسهل الطرق. انا نعطيكم واحد التقديم وتحاولوا تفهموا. عندنا هذه هي الدائره. الدائره كتكون خاويه من الداخل، ما فيها والو. القرص كيكون عامر، كيكون فيه شي حاجه، كيكون عامر، ما كيكونش خاوي. هذاك هو اللي كيتسمى قرص، واللي كتكون خاوية سميتها الدائرة. تاني معلومة أنه مثلا، بعد نعطيكم واحد المثال، مثلا في الدرهم راها قرص، علاش؟ حيت عامرة من الداخل. هذه غير مثال باش تفهموا شنو هو القرص. تاني حاجة هاي الدائرة كيفاش كتكون، ياك المركز هو ديك النقطة اللي الوسط، يعني الوسط ديالها في مربع كيتسمى المركز. واخا هذه راه ماشي هي الوسط ديال هذه، حيت هذه اصلا ماشي دائرة مزيانة، ولكن المهم عندها شعاع. شعاع هو اللي كيكون من هنا حتى المحيط ديالها، حتى لهنا، هذا كيتسمى شعاع. حيت هذا كيساوي هو هذا، كيساوي هذا، كيساوي هذا، كيساوي جميع النقط اللي كيوصل كيصلوا ما بين نقطة المركز وما بين المحيط ديالها. هذه المعلومة الثانية. المعلومة الثالثة هي الدائرة فحال هكا نوعا ما، هذا هو نقطة المركز ديالها. هذا شنو كيتسمى؟ قطر. هذا كيتسمى شعاع وهذا كيتسمى قطر، اللي كيقسم الدائرة على جوج. هذا قطر، هذا قطر، هذا قطر. ودابا غناخدو الصفحة ديالنا، نحيط الجواب الصحيح. قال لينا مركز الدائرة الكبرى، واش أ ولا أو ولا سي؟ فين هي أ؟ هي أ، هي أو، فين هي سي؟ ما كيناش عندنا كاع سي، يمكن بغاو يقصدوا جي. ما علينا، حنا قال لك المركز. المركز قلنا هي النقطة اللي كتكون الوسط، المركز ديالها. مين كنحطوا البلكار، كنحطوا ديك الحديدة ديالو، هذاك هو المركز. إذا هاي الدائرة الكبرى، فين هو المركز ديالها؟ هو أو، يعني ندورو على أو. قال لينا شعاع الدائرة الصغرى جوج سنتيمتر، ولا واحد سنتيمتر، ولا أربعة سنتيمتر. ها هي الدائرة الصغرى. شعاع ديالها هذا شعاع، هذا شعاع، هذا شعاع، وكذلك هذا شعاع. أمشي نحسبو شعاع ديالها شحال داير، من هنا حتى لهنا واحد سنتيمتر. شعاع الدائرة الكبرى أربعة سنتيمتر، ولا جوج سنتيمتر، ولا ثمانية سنتيمتر. هي عطاتنا جوج، يعني جوج سنتيمتر. قال لنا مركز الدائرة الصغرى، واش أ ولا أو ولا ب؟ ها هي الدائرة الصغرى، فين هو المركز ديالها؟ ها هو، هو أ. قال لنا السؤال الموالي شنو كيقول لنا؟ نلون القرص الذي مركزه أ وقطره جوج سنتيمتر. حنا شنو قلنا؟ شنو تعرفنا ان شنو هو القطر؟ هو اللي كيقسم الدائره على جوج. مثلا هذه هي الدائره، هذا هو القطر، هذا قطر. اي مستقيم كيقسم الدائره على جوج فهو كيتسمى قطرها. قال لنا القطر كيساوي جوج سنتيمتر، وشنو المركز؟ ا. فين هي الدائره اللي مركزها ا؟ هي هذه، هاد الدائره هي اللي المركز ديالها ا. نحسبوا حنايا شحال فيها. هذاك بحال مثلا اوجي، هي اوجي راها قطر. عندنا او، وهاد النقطه ما عرفناهاش، مثلا حنايا نقولوا نسميوها هكا ولا اي نقطه. المهم هذا شنو كيتسمى؟ قطر. شحال فيه؟ فيه جوج سنتيمتر. ها هي عندنا جوج سنتيمتر، هذا كذلك كيتسمى قطر، وكذلك فيه جوج سنتيمتر. يعني شنو هي الدائره؟ شنو قال لنا؟ نلون القرص، حيت هذا الا لوناه ما غتبقاش دائره، يولي سميتها قرص، حيت ولات من الداخل عامره.
حيت القرص هو هادشي اللي الوسط، القرص هو هادشي اللي الوسط، والدائرة هي داك الخط الداير. هكا نكونو سالينا التلوين ديال القرص. نكمل بأحد الرموز تساوي أو أصغر أو أكبر. أصغر من أو أكبر من أو تساوي. عندنا أول حاجة كاينة أو أ أو واش كتساوي ولا صغر ولا أكبر من جوج سنتيمتر. أ أو فين هي؟ ها هي أ، هي أو. وحنا حسبنا هاد أ أو شناهي؟ هي شعاع. ها هي شعاع الدائرة الصغرى، هذا شعاع. والشعاع شحال كيساوي؟ كيساوي واحد سنتيمتر. وما قالوا لنا واش كبر، واش هاد ا او. حنايا نعاودو نحسبوها. ها هي واحد سنتيمتر. واش واحد سنتيمتر كتساوي جوج سنتيمتر ولا صغر ولا كبر منها؟ واحد سنتيمتر هي صغر من جوج سنتيمتر. قالوا لنا عاوتاني او ا، راه او ا هي ا او، راه نفسها كتبقى واحد سنتيمتر، يعني اصغر من 4 سنتيمتر. قال لينا دابا او ام فين هي؟ او وهي ام. او ام هي شعاع الدائره الكبرى، شعاع الدائره الكبرى كيساوي جوج سنتيمتر، وحنايا نتاكدوا منه. جوج سنتيمتر يعني اصغر من 4 سنتيمتر. دابا قال لينا ا بي، ا بي ها هي ا وهي بي. ا بي راه كذلك شعاع الدائره صغرى، وشعاع الدائرة صغرى هو واحد سنتيمتر. باش نتأكدو نحسبو، ها هي واحد سنتيمتر. شنو غنديرو؟ واش صغر ولا كبر ولا كتساوي جوج؟ صغر من جوج. عندنا أو بي قال لينا من هنا لهنا كتساوي 4 سنتيمتر، خطأ. من هاد البلاصة لهاد البلاصة راها صغيرة، يعني نديرو أصغر من 4 سنتيمتر. قال لينا أو تي، او تي راه هو شعاع الدائره الكبرى، حيت اي نقطه، اي نقطه شتي تحط هنا، من هنا لهنا شعاع، من هنا لهنا شعاع، كاملين غيكونوا كيساويو جوج سنتيمتر. وكذلك كاع النقط اللي تحطهم في هاد الدائره، في هاد البلاصه، في هاد الدائره، كيتسمى من المركز لهاد النقطه كيتسمى شعاع، وكيكون عندهم نفس المسافه فيما حطيتيه، تلقى نفس المسافه. يعني او تي راه كتساوي غير جوج سنتيمتر، يعني صغر من 4. ا او دابا نمشيو ل ا او. ا او حتى هي شعاع، شحال تكون كتساوي؟ واحد سنتيمتر، يعني صغر من جوج سنتيمتر، حيت شعاع الدائره الصغرى. دابا قال لينا او 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 كذلك فهي اصغر من 4 سنتيمتر. وعندنا او اس، نرسمو او اس نشوفو شحال الدائره. نحاولو نرسموها بحال هكا باش تبان لينا كتر. هيا من او حتى الاس كاينه 3 سنتيمتر، وما قالوا لنا واش صغر ولا كتساوي ولا كبر من جوج سنتيمتر، فهي اكبر من جوج سنتيمتر. ندوزو دابا للنقطه المواليه. شنو قال لينا؟ نرسم الدائره التي مركزها ك وشعاعها جوج سنتيمتر. نشدو بالكار ونحسبو جوج سنتيمتر، مادام انه الشعاع جوج سنتيمتر يعني ناخذو بالمسطره جوج سنتيمتر. علاش؟ هما شنو قالوا لينا؟ كنعرفوا ان الشعاع، ان هذه هي الدائره، هذه هي الدائره، هذا هو المركز ديالها، الشعاع هو هذا جوج سنتيمتر. يعني باش نبغيو ناخذوا شي دائره ناخذوا هاد جوج سنتيمتر وندورو، نديرو المركز هنا وكناخذوا جوج سنتيمتر وكندورو باش تجينا كامله فيها جوج سنتيمتر. يعني تمشيو تحطوا المسطره بحال هكا، تاخذوا جوج سنتيمتر بحال هكا، تاخذوا القياس في البلكار، تاخذوا هكا جوج سنتيمتر، ها هو، وتمشيو تحطوا هاد البلاصه اللي كتكون فيها الحديد على هكا، وتدوروا جوج سنتيمتر بحال هكا. شحال من بعد شنو نديرو؟ نديرو بان الشعاع ديالها هو جوج سنتيمتر. احنا نحسبو، هي عطاتنا جوج سنتيمتر، كتكتبو هكا جوج سنتيمتر. يعني هذه هي الطريقة، وأي نقطة ناخدو هاد النقطة نلقاوها دايرة جوج سنتيمتر، ناخدو هاد النقطة
القاوها جوج سنتيمتر، اي نقطه خديناها القاو جوج سنتيمتر. دابا من بعد ما سالينا المساله ناخذ التمارين. شنو قال لنا التمرين الاول؟ قال لنا احيط النقط التي تقع على نفس المسافة من النقطتين أو ب. وقال لنا واحد الملاحظة، لا تستعمل المسطرة المدرجة، يعني ما نستعملوش المسطرة. خصكم تفهموا أولا شنو قال لنا في السؤال. قال لنا هاد النقطة ها هي النقطة أ والنقطة ب، غندورو أو لا غندورو على النقط اللي المسافة اللي بينهم، يعني مثلا في حال د خص المسافة اللي ما بين د و أ هي اللي ما بين د و ب، بحال هكا. وشنو نستعملو؟ نستعملو بطبيعة الحال البلكار. دابا مثلا ناخدو النقطة د كيف ما قلنا، نمشيو ونشوفو واش من ال د هي من د ل ب، لا ماشي نفس المسافة، يعني غنحيدو د، نشوفو او من أ ل أو هي من ال أو، واش هي من ال ب؟ نعم نفسها، يعني ندورو على او. دابا نشوفو او من ا ل او، واش هي من ا ل ب؟ لا ماشي نفسها، يعني او ما كايناش. نشوفو سي، واش من ا ل سي؟ هي نفسها من سي ل ب، نعم هي نفسها، يعني ندورو على سي. عندنا دابا شنو بقاتنا؟ بقاتنا غير اف، نشوفو واش من ال اف هي من اف ل ب، نعم اذا ندورو حتى على اف. يعني هادو هما النقط اللي نفس المسافه ما بين هاد النقطه اللي دورنا وهاد و ا، هي نفس المسافه ما بين نقطه و ب. شنو قال لنا؟ ارسموا دائره التي مركزها او وتمر من ا. نمشيو نشوفو هاد الدائره خص تكون المركز ديالها او، يعني نحطو هاد البلكار على او، ولا قالك وتمر من ا، يعني نمشيو هنايا ل ا وندوزوها عليها من ا، بحال هكا تجينا ها ماشي مضبوطه، نضبطوها اكثر بحال هكا. هذه هي الدائره اللي شنو المركز ديالها او وكتمر لهنا من ا، يعني هذا هو الشعاع ديالها. قال لنا اكمل، هذه الدائره تمر من منين كتمر؟ ها هي كتمر لهنا من ا، ومنين كتمر عاوتاني؟ من اف ومن بي ومن سي. نديرو اف بي كذلك سي، كتمر من كاع هاد النقط. ناخذ التمرين 2. قال لنا الاحظ واجيب، شعاع الدائره هو، عندنا هاد الدائره هذه هي المركز ديالها او، فين هو الشعاع ديالها؟ عندنا شعاع ديالها و او ال او ان، تقدر تاخذ او ال ولا او ان، حنا ناخذ او ال. قال لنا مركز الدائره هو او، أكمل بأكبر من، أصغر من أو يساوي. البعد من أو، من أن إلى المركز أو، من أن حتى الأو واش كيساوي واحد سنتيمتر ولا أكبر منه ولا أصغر منه؟ حنايا نحسبو الشعاع ديال الدائرة أصلا هما عاطينها لنا هو واحد سنتيمتر، يعني من أو لأن راها تا هي واحد سنتيمتر، يعني يساوي، غتكتب يساوي. عندنا البعد من نقطة ام للمركز او، فين هو او؟ ها هو او الام، من او حتى لهاد النقطة اللي هنايا تكون واحد سنتيمتر، ومن او الام راه تكون اصغر. عندنا قال لنا البعد من بي الى المركز او، هي بي خارج الدائره، وحنا كنقولوا انها من هنا لهنا واحد سنتيمتر، وهذه فايته الدائره، يعني اكبر من
واحد سنتيمتر. دابا من بعد ما سالينا التمارين ندوزو القاعدة وتثبيت تعلماتي. قال لنا الدائرة المرسومة مركزها أو وشعاعها واحد سنتيمتر. هاد الدائرة المركز ديالها شنو؟ أو. والشعاع ديالها هو واحد سنتيمتر. هذا شعاع، هذا شعاع. أي نقطة كينا ما بين أو والدائرة رها فيها واحد سنتيمتر. جميع نقط هذه الدائرة تبعد بواحد سنتيمتر. أي نقطة خطيتيها هنا في الدائرة ما بينها وما بين المركز راه هو واحد سنتيمتر. قال لنا القرص هو داخل الدائرة والدائرة نفسها، أو عفوا القرص. القرص شنو كيعني؟ كيعني أنها الدائرة كاملة، يعني يا إما بهذا الشيء اللي فيها من برا وحتى هذا الشيء اللي داخل الدائرة، الشيء كيتسمى قرص. قال لنا وله المركز نفسه والشعاع نفسه، يعني راه عنده نفس المركز نفس الشعاع نفس القطر. يعني شنو الفرق ما بين الدائرة والقرص؟ راه قلت لكم الدائرة هي هادشي اللي برا، غير هاد الخط اللي دايز من برا. اما القرص راه هو هاد الدائرة وهادشي اللي فيها الوسط، يعني كتكون دائرة وهي عامرة من الوسط. هذا هو المفهوم ديال القرص. شنو قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا بلي هذه هي الدائرة، هذا اللي الوسط كيتسمى قرص، هذا شعاع وهذا المركز، وهذا اللي كيقسم الدائرة على جوج كيتسمى القطر. هادشي اللي عندنا. من بعد ما سالينا القاعده دابا غندوزو لانمي معجمي. عندنا خمسه ديال الكلمات حتى هما ساهلين خصكم تحفظوهم. قال لينا شنو هي الدائره؟ الدائره هو ولا هي لو سيركل. سيركل هو الدائره، لو سيركل. عندنا القرص، القرص كيتسمى لو ديسك، لو ديسك هو القرص. الشعاع هو لو غايون، لو غايون. المركز شنو هو؟ هو لو سنتر، لو سنتر. القطر هو لو ديامتر، لو ديامتر. يعني القطر، يعني عندنا الدائره القرص الشعاع المركز والقطر. هادشي اللي اصلا الكلمات ولا المصطلحات اللي تعرفنا عليهم في هاد الدرس، وهما ساهلين ساهلين في الحفظ. المهم حاولوا تحفظوهم وهكا نكونوا سالينا الصفحه ديالنا 113.